السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من مكان رائع كله فخر يخدم كل سعودي وكل مسلم يجي بلاد الحرمين الشريفين. هذا المكان فيه وسيلة من وسائل النقل العام اللي لا يمكن أي دولة تستغني عنها، هو قطار الحرمين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ما شاء الله تبارك الله، هذه هي يا جماعة الخير المرحلة الأولى من بناء قطار الحرمين الشريفين اللي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بجدة. أيضا قطار الحرمين يمر بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، هذه موجودة برابغ. ليش رابغ؟ لأنه فيها الميناء والميناء حيوي جدا. ما شاء الله المحطة شبه مكتملة، هذه وهذا المدخل الرئيسي اللي يستقبل طبعا المغادرة والوصول. المدخل الرئيسي طبعا له طريقتين، يا السلالم الكهربائية أو عن طريق المصاعد. ما شاء الله كل شيء مكتمل. وهذه هي المحطة من الداخل، ما شاء الله روعة، كلها هيبة وبمنتهى الجمال. ولو تلاحظون المحطة ماخذة الطابع الإسلامي في المباني ما شاء الله، وهذه موحدة على كل المحطات الخمسة، جدة، المدينة، مكة، المطار. هنا أيضا مكان التذاكر أيضا موجودة وجاهزة، هذه على فكرة شركة إسبانية وبرضو تدعم اللغة العربية، يعني إذا جيتوا وتقطعون تذكرة باللغة العربية موجودة ومتاحة، تقدر تدفع كاش بالبطاقة، تشتري بطاقة القطار وتخليها دائما يسحب منها الرصيد، كله متاح. وعلى فكرة سعيد الحظ اللي راح يقطع أول تذكرة حيكون في نهاية 2017 إن شاء الله، ويسافر وينبسط واموره طيب إن شاء الله. وبعد ما تقصون التذاكر بالسلامة مباشرة نتجه إلى الأرصفة، هذه منطقة القطارات والأرصفة، شوفوها ما شاء الله جديدة. هذا هو قطار الحرمين ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف الديزاين شكله عجيب وانسيابي، يعني جميل جميل ما شاء الله. طبعا الشركة المصنعة هي شركة إسبانية، أساسا مصنعين القطارات السريعة حول العالم ينعدون على الأصابع، في الفرنسيين، الألمان وأيضا الإسبان. طبعا القطارات الموجودة تشتغل بالطاقة الكهربائية، هذا هي. والقطارات الموجودة حاليا الآن في هذه المحطة 4 قطارات. والآن جت أحلى مرحلة اللي حنا نجرب فيها القطار، مزبوط ولا لا؟ هلو هلا والله. بسم الله ندخل القطار وأوريكم تقسيمه من الداخل. طبعا القطار ينقسم إلى قسمين، درجة أولى ودرجة سياحية. هذه الدرجة الأولى، بسم الله ما شاء الله الدرجة الأولى ممتازة وواسعة. لاحظوا كيف شكل الكراسي، كل كرسي أمامه شاشة كأنك بطيارة بالضبط. هذا شكل الكرسي، كيف المسند عليه. هذا بخصوص الدرجة الأولى. خلصنا من الدرجة الأولى، الحين بوريكم هذا الممر طبعا منتقل إلى الدرجة الثانية اللي هي سياحي، لكن وحنا ماشيين لاحظوا المطبخ الكيتشن، هذه يعني بالعامية الكافيتيريا. طول ما القطار ماشي الكافيتيريا، شاي، قهوة، سندوتشات خفيفة، سناكات، طول ما القطار ماشي. وهذا هو مكان الدرجة السياحية بهذا الشكل وهذه الكراسي، هذه الخرائط يعطيك طبعا السرعة ومسار القطار. أوريكم دورة المياه، هذه هي الخاصة بالدرجة الأولى. أيضا الله يعطيهم العافية ما نسوا موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، عملوا لهم حمام خاص مليان تقنية، الحين أوريكم. هذا هو حمام ذوي الاحتياجات الخاصة، ما شاء الله واسع وكبير. ما شاء الله قطار الحرمين يعتبر رائع، نظيف وجديد، حتى الألوان المستخدمة جميلة وهادية للعين. الآن طال عمركم حنا في كابينة القيادة ويسموها المقصورة، شوفوا ما شاء الله. الحين بوريكم شيء يثلج الصدر، اللي يسوق كل القطارات هذه شباب سعوديين منا وفينا، عيال البلد، الحين أعرفكم عليهم. نعرفكم على أول كابتن اللي ما شاء الله عليه الحين جالس يسوق القطار، تعرف عليه؟ بهاء السكر. حياك الله يا بهاء. والشباب اللي ورا ترى شباب سعوديين وكلهم كباتن وقطارات. ونتعرف عليك. عبد الله الأحمدي، حياك الله يا أبو ليش. حياك الله يا حبيب قلبي. حياك الله أبو شهيد السلمي. حياك. حياك الله عبد الحكيم النجار. يا هلا وسهلا فيك. بس يا شباب أشكالكم يعني سواقين تريلات مو قطارات. لا والله يعطيكم العافية وشيء يثلج الصدر، الله يعطيكم العافية. بهاء حبيبي كيف نسوق القطار؟ بشكل مختصر عندك هذا حق السرعة، ايوه، وهنا عندك الفرملة، هذا البريك، وهنا الفرملة الطوارئ. يعني سهلة والله القيادة، ما هي صعبة. اي نعم اي نعم، بس يبغى لها تمرين، يمكن يبغى لها تمرين طويل لانك لازم تعرف في المكاين نفسها. وكم سرعة القطار يا بهاء؟
سرعة القطار ممكن توصل 350 مع النظام 300 ما شاء الله تبارك الله. يعني بهذه السرعة يا جماعة ممكن من جدة إلى مكة ربع ثلث ساعة ما شاء الله بعد، ومن جدة إلى المدينة ساعة ونص، وحنا مروقين نشرب شاهي وصلنا. الحمد لله خلصنا جولتنا الحلوة في قطار الحرمين، ووريناكم وين ما شاء الله الحكومة جالسة تسوي، وش هي وسيلة النقل الجديدة اللي راح تدخل المملكة العربية السعودية.